انك ما رضي هذا اليوم للتفريحي بانك تستاهله. ما شلني شلني ابو كلين لان تبين هاتيو هات على الله ابوك لهذا اليوم لان تبين والله ما انه اللي يقربني واني ما اعرف شيء واني ما خلي ياخذني من هدي انا ما على رقبتي ما خلي لطمني 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 بلا تموت اي والله ما انا الله امك يا والله ما ورا انا اللي يقربني والله فيك يا مشبك ايش عندي؟ والله انا